اهلا بيكم في اغلى واحسن وارقى المناطق الموجوده في بغداد. خليني افرجكم على فيديو ما حصلش قبل كده هنا بغداد. المنظر اللي ورايا ده، اهلا بيكم في فيديو جديد، ولكن المره دي فيديو مختلف من العراق وبغداد بالتحديد. بغداد البلد اللي انا بحبها، زرتها من سنتين واول ما فتحت فيها السياحه. النهارده وبعد سنتين العراق تحولت تماما، وللاسف لحد النهارده الناس كلها بس بتتكلم على قد ايه ان العراق زمان كانت حرب، العراق زمان كانت خطر. بس هل النهارده لسه زي ما هي ولا تطورت؟ المكان اللي انا فيه ده حديقه عامه في بغداد، مش هتكلم عليها دلوقتي. ادونا لايك وكومنت على الفيديو وشير، خلينا نبدا الجوله افرجكم على بغداد عامله ازاي في 2023. فيديو جديد من بغداد، هننطلق من الفندق بتاعنا، فندق منصور، لكن النهارده احنا في جوله مختلفه هنشوف فيها ازاي العراق تطور في اخر كام سنه. هل العراق لسه في حرب ولا لا؟ هل بغداد لسه قديمه ومش متطوره ولا لا؟ هل العراق صحراء ما فيهاش اي حاجه للسياحه حتى ولا لا؟ النهارده جوله مختلفه وفيديو ما حدش عمله قبل كده، لان انا عارف بغداد كويس وعارف بغداد ايه التطور اللي حصل فيها، مش بس الاماكن القديمه، مش بس اماكن الحرب. بغداد يمكن قريبا تكون واحده من اقوى مدن الخليج والوطن العربي كله، لو ما كانتش دلوقتي اصلا واحده من اقوى المدن. بسم الله، وصلنا عند ارقى مكان في بغداد. وصلنا فين؟ قريه دجله. قرية دجلة هي قاعدة على نهر دجلة وتعتبر زي مول في نفس الوقت، فيها كافيهات، واحد من أرقى الأماكن اللي موجودة في الخليج مش بس في بغداد. العربيات أول ما تخش في التهاول راكنين المدخل أهو، في الأغلب بصوا العربيات اللي بتيجي هنا التهاول كاديلاك الجديدة، لاند كروزرز، و هندخل. بصوا ده بس الباركينج هنا القعدة. احنا دخلنا وما عنديش أي فكرة المكان ده جواه إيه، عبارة عن إيه. منعوا للاسف هم دخولهم بالكاميرات، فالتصوير دلوقتي بالجو برو الصغيره. ما اعرفش هندخل من فين، من فين الدخول. شوف ده المدخل مفتوح يا عم، تخيلوا ده في العراق. اول حاجه هنا هتلاقي عبد الصمد القرشي، هتلاقي بنك العربي الاسلامي، هتلاقي بنك زين العراقي الاسلامي. المدخل قوي، قاعده شيك. بصوا اوه، حاليا في الانطلاق على نافوره دجله. ايطاليان جابانيز كافيه، هنا في معرض زي للفنون. مكان رهيب الصراحه، مكان شيك قوي 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 قوي، قوي. اي هناك نهر دجله، ودي القعده الجميله. النهارده طالعين مع عدي مستر الهادي. وسع 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 وسع. قسم طريق طريق. انت بقالك قد ايه في بغداد؟ بقالي 6 أيام و7 أيام. انت بقى يعني العراق؟ الحمد لله، والله عاشق في العراق. هل هي يعني في حرب او قديمه؟ يعني والله الجو ما توقعتش كميه الكافيهات الجديده، ما توقعتش كميه المطاعم والاماكن الجديده الرائعه اللي كاينه في وسط البلد. معنى حقيقه اللي تطور رهيب من بعد الحرب. ما كناش عارفين اننا رايحين نلقاو بلد رائع وشعب مرحب، وكذلك التطور اللي فيه. يلا صدمت ولسه هنكتشف، هنكتشف النهارده أكثر اليوم. اماكن رهيبه بقى ما حدش شافها قبل كده. قول لهم حاجه افتح الطريق، حرك حرك حرك، واحد مسقوف واحد قمر، يلا بسرعه. اول حاجه رحنا لها وهي القصر العباسي، واحد من اقدم القصور اللي موجوده في العراق في بغداد. خلينا نخش نشوف جوه عامل ازاي بسرعه قبل ما الدنيا تظلم. هنشوف اكتر من مكان اثري قديم، وبعدين نطلع نروح على بقى التطور والمولات حضرتك نفسك في طربوش من طربوش مصر؟ طربوش اصلي. تأمرني. الله يسلمك حبيبي. القصر العباسي ده ضيوف. اي نعم، احنا جايين ضيوف. اي حتى هذا الزي، تخيلوا دول ضيوف، ده الزي البغدادي. البغدادي نعم، الشعبي البغدادي يسموه صايه. الزي البغدادي صايه شاكيت شراويه. كل يوم تطلع بنفس الزي؟ لا اغير. انا كذلك من فلاس. دخلنا داخل القصر العباسي القديم. تخيلوا العراق بجمالها ده، المنظر ده واو 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 واو، المنظر الجميل ده ويكون فاضي تماما ليك لوحدك. عشان كده العراق وبغداد واحده من احسن الدول السياحيه اللي ممكن تيجي عليها وتاخد اكسبيرينس صح
قبل ما تبدأ تتعرف للسياحة أكتر، فأنا أنصحك أنك تيجي في أقرب وقت ممكن عشان تتفرج على الجمال ده. تخيلوا المكان ده كله فاضي وبيكون ليك لوحدك. رايحين دلوقتي على أجدد يمكن واحد من أجمل الكورنيش اللي اتعمل مؤخرا في العراق. آه كرني. نبدأ جولتنا بقى، خلصنا الحاجات القديمة، جينا عند أجدد كورنيش، واحد من أحلى الأماكن الموجودة في بغداد، مفتوحة للعامة زي ما مش أهل مصر، ولكن هو هنا للعامة. كورنيش أبو نقاس حبيبي، صحة خير؟ لا من مصر. من مصر اه تيجي الكورنيش؟ الله لا كملي تاني تبنى سنة. دي بغداد ودي مناطقها العامة اللي مفتوحة للشعب. لكم أن تتخيلوا أننا دلوقتي في بغداد الساعة 8 بالليل، حياة عاملة كده، كورنيش ببلاش للشعب. خليني أفرجكم على شوية ديتيلز موجودة في الكورنيش ده، لأن هو مش بس كورنيش وأعداد، هو فيه كل الإمكانيات اللي تساعد أي عيلة بشكل رخيص جدا وبشكل بسيط إنها تخرج وتقضي يوم مجاني، لأن ده واجب أي حكومة إنها المفروض تعمل حاجات للشعب. على سبيل المثال عاملين هنا جريل فري للناس، انت عيلتك تيجي تقعد وتجيب سمكك وتطبخ. السلام عليكم. هو ده مجاني ولا انتوا بتطبخوا؟ مجاني. يعني انت جايب اكلك وبتطبخ؟ اه. جديد الكورنيش؟ ايه جديد. صار له قد ايه تقريبا؟ صار له تقريبا شهرين مفتح. شهرين. اول مره تيجي ولا بتيجي على طول؟ لا لا على طول. وهنا عادي تجيب اغراضك وتقعد؟ ايه تجيب اغراضك وتقعد. ماشي. وتخيلوا ان عاملين لهم جريل كواليتي رهيب رهيب رهيب، اربعه. وتبص هناك أربعة تانين والناس في كل مكان، قعدات نظيفة، قعدات شيك، مش بس قعدات، حاطين لهم كهربا، ناس جايبة الشيشة بتاعتها. تاني هنا، يعني دول مش ناس جايين بيعين، جايين يبيعوا ويعملوا لك، لا انت بتيجي تجيب حاجتك تطبخ لنفسك. بصوا هنا كورنيش، أول حاجة في تراك ممكن تجري، وفي ممشى، ممشى للعجل، في عجل وفي جري تراك، وهنا نهر دجلة العظيم اللي الصراحة بس انك تقف قدام نهر دجلة تحس بعراق كده وفخر. نهر دجلة في الليل. بلوج اه بلوج حبيبي مين انت؟ من مصر. اهلا وسهلا حبيبي. حبيبي نورت العراق. عراقك؟ ما يسلم عن اسمه. اكيد صغيره هي. اسم قناتك؟ احمد البدوي. احمد البدوي تفضل يمنا. حبيبي 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 شكرا. حتى الاطفال تقول لك تفضل يمنا عشاء وغدا. سيبنا هناك بتوع شوي وهنا بتوع شوي. احمد البدوي قول لهم يعملوا لايك لايك لايك. وهنا مشاوي تاني، ناس كلها بره للعامة. احلى حاجة ان هو للعامة مش بتاع ناس معينة او ناس، لا لكل الناس ولكل الشعب. الشعب كله بيتمشى، بيطلع في الليل يقعد ياكل يشوي يركب عجل. هنا بغداد وهنا العراق. يقول لك بغداد والعراق مش امنة، اتفرج على المكان ده. يلا يلا ها ها. اوه ايه عادي 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 عادي. اوب اهو هو ده هو ده هيعملها. قوي قوي حبيبي. ملاهي للاطفال مجانيه بالكامل، الكواليتي فيها رهيب، عندهم الكواليتي مهتمين بيه احلى من الباركس حتى بتاعت اوروبا لانها جديده. بصوا الكواليتي للاطفال، حاطين لهم هنا ده عشان محدش يحصل له اي حاجه لو وقع. هنا اهو ملاهي حبيبي. السلام عليكم. تعال انت تعال شوفوا. هلا خش نشوف الحمام عامل ازاي بقى، يعني شفنا الملاهي، خش شوف بقى الحمام الكواليتي بتاعه عامل ازاي. بص بص مدخل الحمام عامل ازاي، ايه النظافه دي، ايه الشياكه دي. اوب السلام عليكم حبيبي شلونك.
ندخل حمام. اوه السلام عليكم. ده حمام عام حديقة عامة في العراق. حتى لذوي الاحتياجات الخاصة. مش بس حمام عام، تخيلوا ان فيها جيم عام زي اللي موجود في كل دول اوروبا. هنا اهو الناس كلها جيم فري ويت. صورك؟ صور امسك، هو اللي بيصور حاليا. اوب شكرا. يلا روح نصورك. يلا اب اب. كل حاجة حرفيا عادات نظيفة وشيك. بصوا الخشب، بصوا الخشب نظيف. واو اهلا بكم في بغداد والله. بصوا كواليتي بقى. صندوق الزبالة في كل مكان، صناديق الزبالة، رخام. مش بس جيم واماكن للشوا، عاملين لهم شبك يلعبوا فيها تنس ريشة عامة للعامة. متخيلين كل ده للعامة؟ حتى اللي بيلعبوا دول مش عراقيين، يعني مكان اصبح بيلم العالم كله، بيلم كل الناس اللي عايشة في بغداد عشان تخرج وتتبسط بأقل التكاليف. اوه ترابيزات بينج بونج، بينج بونج اهو، ترابيزات بينج بونج مجانية. مجانية؟ مجانية يس. اه مجانية ببلاش. ببلاش؟ بتعرف تلعب؟ ايوه. مين يكسب؟ اه اكسب اي حد. انا بكسب. يلا اكسب اي حد. لا ما تعرف. وابوك كسب. ها جيب انا الزمن. على كام؟ امسك. ها تعال صور. هضمة شنو؟ على شنو؟ هضمة من الكاميرا. انت مالك يا خطية. لا والنبي يا عبد، لا والنبي يا عبد. هوب هوب هوب. ضعيفة الكورة. يلا ضياء مرحبا. سيلفي. ايه احنا حنلعب مع اخواننا المصريين. قول هلا محمد. يلا هلا. محمد قول هلا. يا اهلا وسهلا. هلا. جود مورنينج. انا مصري عراقي، وهذا انا الولد مصري وهذا عراقي. وانت صديقنا مره رمضان. صر لنا نورين. يلا هيدر. اثنين واحد. يلا المباراة قائمة بين اخونا المصري. من وين من مصر انت؟ من القاهرة. شكرا حبيبي. مية مية. هلا تعال حيدر. يلا اوب اهلا وسهلا. السلام عليكم. فرصة سعيدة. سلام للجميع حبيبي. خلصنا بينج بونج. فصرت بس الكرة بايظة. مش بكتب. هنا عندهم سلم وتعبان. جميع الألعاب اللي ممكن تخلي أي حد يجي يخرج هنا يقضي اليوم. طبعا احنا تفرقنا، وصلت لآخر كورنيش، كورنيش كبير. وصلت لقيتهم معزوم عليكم بإيه؟ ظلمة عراقي من الناس اللي هناك دي. احنا قاعدين قال لنا ظلمة. قوي؟ اقوى من هذه ما اكلت. كل يوم ناكل حاجه قويه في العراق. الله فوق ما اوي. فريش وزقنا وحلوه. ما هذا؟ ما هذا؟ لا طعمه رهيب. كان نفسك تجرب الدولمه؟ تعال اقعد في الكورنيش واسال الناس. دولمه بيتي. ايوه ما عشان كده. عاملينها في البيت. بس يعني عليها حاجات كتير مختلفه عن محشي ورق العنب بتاعنا. يعني احب اقول ان دي عجبتني اكتر. شوفوا بقى النافوره دي. من الحاجات اللي بحبها قوي ان هنا مفيش، يعني ان الناس ايه المنظر المقرف ده. عادي الناس بتتبسط، الاطفال مع الجو الحر محدش قال لهم ايه المنظر ده. عادي خلاص اطفال وبيتبسطوا. ريتشون اهلا بكم في اغلى واحسن وارقى المناطق الموجوده في بغداد. هنا مدرسه انترناشنال اسمها ايه؟ كادموس عراق جيت بغداد. مدرسه انترناشنال. جيت نصور فيديو. خلاص بقى احنا بن مدينه كامله. هنا كافيه. كم قال الشقة؟ 20,000 إلى 25,000 دولار.
200 انا 20,000 دي كنا نسكو كلنا. لا 200,000 إلى 250 بالدولار هي. اي هذا اقل شيء. اقل شيء. طبعا. الدولار ايش معناها؟ 250,000 دولار. ربع مليون اقل شقة. اسعار صدق دي. عربيات بقى كلها بي ام دوج. تاو. دخول المكان ده يعتبر شبه مستحيل او هو مستحيل لو انت مش ساكن هنا او لو تعرف حد هنا، ده الحل الوحيد انك تدخل. سعر المتر هنا تقريبا في حدود ال 1500 دولار، يعني سعر المتر هنا بيقارب ال 50-60 ألف جنيه. بالتالي في كاديلاك موديل السنة، جي كلاس، لكزس، دوج شارجر. خلينا نكمل جولة كده في باركينج العربيات ونشوف. لاند كروزر. اوب طبعا حياة مختلفة تماما، ولا كنت عمرك تتخيل ان بغداد فيها المنظر ده. ممشى هنا للاطفال، ممشى للناس، للعجل. اسه what do you think this بغداد؟ beautiful beautiful really beautiful oh my god. مدخل نخش عند صديقنا هيطلعنا فوق الدور 15. واو بس ناس في دبي ما تفرقش حاجة، سامع نحب نشوف الوحش بس. واو تعزمنا في بيت ناس طيبين وكرماء وطلعنا من البلكونة في الدور 15. بصوا المنظر، هنا بغداد، هنا العراق، دولة اللي بتعتبر دولة خطر. تفضلوا على اتفرجوا على المنظر. بغداد يا جماعة، بغداد بغداد. انتوا تخيلين لو اي واحد قلت له بغداد النهاردة وقفته في الشارع هتقول له تخيل بغداد عاملة ازاي، يقول لك بوم 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 حرب وصواريخ. ولكن هي دي بغداد في ارض الواقع. طبعا فيها زي اي دولة في العالم، فيها الحلو فيها الوحش، فيها الغني فيها يعني مناطق شعبية. بس الناس ما عندهاش انطباع انها فيها وفيها، كله فاكر انها فيها بس كله وحش. لكن بغداد دبي اهي زي مجمعات دبي السكنيه. لكن تتخيلوا ان سعر المتر مش بس 1800 زي ما انا قلت 1800 دولار، لا دلوقتي بيزيد وبيزيد لان المكان بقى راح فل، كله عايز يشتري هنا. سعر المتر عدى ال 2000 دولار. في واحد شاري شقه لسه قريب عمه بيحكي لنا 180 متر ب 400,000 دولار، نص مليون دولار عشان تشتري شقه 180 متر. واو مهم. كنا جايين بوابه العراق على عزومه عاديه وفجاه نتفاجئ ان احنا مع رئيس نادي الكهرباء استاذ علي الاسدي. تحكي لنا حاجه. هي صدفه غريبه، ناصر اتصل بي قال عندي ضيوف، قلت له تفضلوا. اجى احمد محمد بالقاسم، حمد واحمد من مصر، بالقاسم من الجزائر. بس انا متابع لاحمد، متابع يعني دائما اتابعه ويعجبني اللي يعني الشيء اللي يقدمه، احس بيه يعني هو يوفي حق المدن اللي يروح لها. فرحت اليوم جيت احمد وايضا محمد وبالقاسم. شكرا على الضيافه. شكرا على الضيافه. يعني احنا فيتوا النهارده يا عاد، احنا جينا، احنا اللي جينا فاجئناكم يعني. الله يخليكم. بس شكرا شكرا. شوفوا متصور مع مين هنا؟ رئيس الاتحاد الاسباني. واو كريز. فين رونالدو؟ هات رونالدو. لا اسطوره صغيره. اه ده صغيره. سلام. هذا لابا لو فاكرين ان جولتنا انتهت فاحنا لسه بنبدا. رايحين دلوقتي على مول بغداد اللي هو يعتبر واحد من اكبر المولات اللي موجوده في العراق واجدادهم. بس في خلال سنتين بالظبط في مول جديد هيفتح، هيكون مساحته 600,000 متر مربع. يعني نروح نشوف دلوقتي مول بغداد. واهلا بكم في العراق. ناكد ونقول ان الفيديو ده بيتصور في اراضي بغداد اللي العالم كله بيفتكرها خطر. بصوا الحياه عامله ازاي. هل اي حد من هنا كان يتخيل ان دي بغداد قبل ما تيجي؟ بكل صراحه غريبه بغداد والله، مبهرة. مسيو محمد. لا ما كنتش اتخيل، انا اصلا كل معلوماتي عن بغداد واخدها من فيديوهات احمد، ما شفتش المكان ده في الفيديو بتاعه. ده فيديو جديد. فاحنا يعني الاماكن الاثريه والاماكن كده، لكن الاماكن الجديده اللي زي دي ما عنديش اي فكره. شكرا شكرا على الضيافه. لا يا معود من عيوني حبيبي. They will not let your mark on the edge. She speaks Italian. Huh?
انا قلت عندك. It's 800 meter. This is the autobus, the bus come to pick up you. ووصلنا عند مول بغداد، اكبر مول في بغداد حاليا. بصوا زي ابراج بتاعه جده، باركن كله يعني شيكه. خلينا نخش المول ونشوفه. الجراج اكتر من... احنا في الدور السابع، جراج 7 ادوار. دخلنا المول، واول حاجه هنا ديفاكتو مول، شكله جديد شيك. يمكن متاخرين شويه ففي محلات بدات تقفل، بس هنكتشف في ايه موجود في المول. مول زي اي دوله في العالم، سيتي تايم ده موجود في السعوديه، اسيا سيل، جدد الشريحه. انت كنت بتقول استر منبهره. خيالو عايزه تشتري من هنا، شوبينج شوب. شوف جيم في المول. واو انتوا فاهمين حاجه؟ دي بغداد حبيبي، بغداد. دخلنا الى بغداد لوحده اخرى. شوف كل نظره هناك. ويلكم تو. انتوا فاهمين ان دي بغداد صح؟ دي بغداد اللي فيها حرب. مناقيش شيك، قاعده شيك. فرنسا وايرلندا كده. نختم سفريتنا حوالين العراق السريع اللي كانت اسبوع، اللي عمرها ما بتكون كفايه. شهر شهرين عمرهم ما يكونوا كفايه. فانتظروا العوده الرابعه ان شاء الله قريبا. جبنا مره رابعه ولا طبعا عايزين نيجي مره رابعه. اكلموا الراجل ده وعد ان شاء الله نيجي قريب، صار لكم حلقات اقوى واقوى، ونفضل نروج للسياحه العراقيه. شكرا على دعمكم. تحب تقول حاجه؟ ده بياكل بس جاي العراق ياكل حبيب. ونختم يومنا الاخير وجولتنا من الاوتيل المنصور. شكرا اليوم على ضيافتنا، شكرا للعراق واهل العراق، شكرا هيئه الاعلام العراقيه اللي ساعدتنا، شكرا قاسم للعراق. ولكن نحن هنا يومين باقيين، بقالنا بقالنا شهر سوا. اهل العراق لازم تكونوا رحلتنا سوا. اهل العراق لازم تكونوا ممتنين لاحمد، لانه احمد من اجمل الناس اللي راح يتسوق للعراق وللسياحه في العراق. هو اللي خلانا نحب العراق، هو اللي خلانا نجي للعراق. شكرا جزيلا احمد. شوف والله كلام من قلب، مش انه صديقي ولا، لانه اكثر واحد قال لي في فرصه نروحوا العراق، قلت له احمد ليتس جو، واحنا هنا في العراق. شكرا لكم. فولو سبسكرايب. سبسكرايب ولا لا؟ سبسكرايب. لو مش مشتركين في القناه اشتركوا في القناه واعملوا لايك، واتفرجوا على الفيديوهات اللي فاتت والفيديوهات اللي جايه، وسلموا على الراجل ده. يلا هو ده اللي ساعدنا النهارده. شكرا 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 حبيبي. نشوفكم جايه ثانيه ان شاء الله. ان شاء الله نص مليون ما فاضلهاش حاجه كتير. سلام.